اهلا بحضراتكم مره ثانيه في اول فقره في البيت الكبير. انضم لينا طبعا زميلنا شريف فؤاد في هذه الفقره. بنستضيف اثنين من القامات الكبيره جدا على مستوى النقد الرياضي وعلى مستوى الفن. على مستوى النقد الرياضي معانا طبعا الاستاذ عصام شلتوت. بنرحب بيك يا استاذ عصام. اهلا بحضرتك. وطبعا على المستوى الفني اهلا بحضرتك استاذ شريف. على المستوى الفني ما فيش افضل من الكابتن محمد يوسف مدير فني للنادي الاهلي وكان حاصل على البطوله الافريقيه سابقا بنشرفنا النهارده. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك شريف. انا عايز اجدد ترحيب بيكم وعايز اشكرك يا هادي. انا سعيد جدا النهارده انه اول اطلاله بعد يعني ما القناه والنادي ارتقوا انه اقوم بمهمتي الاساسيه كمذيع. يعني الحقيقه انا في غايه السعاده انه اكون لسه بقول لك بين عالمين فنيين كبار في مجال التدريب والكوره هاني رمزي ومحمد يوسف بحفظ الالقاب وكمان في حضره صديقنا الكبير والاستاذ الكبير استاذ عصام شلتوت. فهذه اطلاله اعتقد انها مهمه جدا. بستاذنك قبل ما نطرح اسئلتنا على ضيوفنا الكرام عايز اتوقف امام حدثين مهمين. يعني اولا النهارده 14 اكتوبر وهو عيد القوات الجويه، ذكرى هذا النصر العظيم والتضحيات الجسام اللي قدمها نسور الجو في معركة المنصورة الجوية. فاحنا بنهنئ الحقيقة رجال القوات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام ونحن نعيش في شهر الانتصارات اكتوبر المجيد. نقطة تانية لو أزلتلي طبعا في قناة النادي الأهلي بننعى الراحل العظيم الأستاذ صحيح. محمود ياسين تغمده المولى بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته لقاء يعني ما قدمه لوطنه ولأمته.